قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن دوائر وزارة النفط تعمل بطاقتها من أجل توفير المشتقات النفطية وتجنب حدوث أزمة، خصوصا في توفير غاز الطبخ، نافيا الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن توقف تعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية الحديثة. وأضاف إن ملاكات الوزارة مستمرة بتعبئة جميع أنواع القنن الغازية سواء كانت المعدنية أم البلاستيكية.